لك النكشن، الأمور طيبة، ننتظرك النكشن الثاني. والله للأمانة صعب، صعب الشغل في المنصات. وكل واحد يشتغل سيفتي، مثل ما جاء 10 أصابيع بيرجع بيتهم 10 أصابيع. ماني أول واحد أنا يتزوج في هذا الشغل يعني، يعني كثيرين متزوجين. الشغلة فيها لذة، فيها متعة. قال لك أنا ما أشتغل بالحرارة، أنا ما أشتغل بالشمس. طيب وش اسمها يا حبيبي؟ إيمانا منا بقدرة الشباب على تحمل المسؤولية ودورهم الفعال في بناء الغد، أخذنا في أرامكو السعودية والشركات المتعاقدة قراراً بسعودة 70% من الكوادر البشرية في منصات الحفر. ارتقينا بالشباب وساندناهم بالتأهيل والتدريب المناسب لحفر بصمة إيجابية في اقتصاد الوطن. وهذه لمحة مبسطة عن واقع يعيشه أبطالنا في أنحاء المملكة، وستظل قصصهم فخر لنا. أنا حسين عمران عمران، وظيفتي ريج سوبرتندنت. أنا في المجال من 19/6/1995. أول ما بديت طبعا بديت راست أبوت عامل عادي، والحمد لله من فضل الله حبيت الشغلة هذه، فأنا مشتغلت في الشركة إلى الآن حصلت 8 ترقيات. أنا فرحان الشمري من سكان مدينة الرياض. التحقت ببرنامج الشركة للتدرج لغير الموظفين أواخر عام 2000، وبعد التخرج اشتغلت عامل حفر وتدرجت من عامل حفر إلى دريجمان، ثم إلى مساعد حفار، ثم إلى حفار. السلام عليكم. والآن أنا في بوزيشن سينيور دريل حفار أعلى. انا احمد الحاجي، دريلينج انجينير في الجازن اوف شور ديبارتمنت. اليوم عندي كورس، واليوم ان شاء الله يكون عندي اختبار، اختبره ان شاء الله، وان شاء الله نعدي. احنا الحين متجهين الى اليو بي دي سي، يوفر لنا كورسات في تخصصنا، شيء يعطينا النولج هنا قبل ما نروح نطبقه في منصات الحفر البريه والبحريه. سامي قرني من الاكسبلوريشن دريلينج ديبارتمنت، انا مشرف على عمليات حفر في المنصه. مورنينج، هاو يو دوينج؟ هذه غرفه محاكاه او سيميليشن روم يسمونها، تحكي بالضبط اللي يصير في المنصه لما نعمل عمليات الحفر. عملت انا وشين تدريب على وش شغل الدريلر، لاني انا سوبرفايزر او مشرف في عمليات الحفر، انا لازم اعرف شغل كل الناس اللي تحتي. فهنا عملنا جزء بسيط من برنامج تدريبي مطور. صار 2O2 يعتبر من احدث الرقوق الموجوده يمكن في منطقه الشرق الاوسط. عندنا مثلا الاجهزه الجديده، الاير رفنك هي جهاز تقوم ربط انابيب الحفر مع الاستغناء عن المانوال تونك، التونك اليدويه. التغيير هذا كله علشان زياده مستوى السلامه، والشركه مركزه انها تكون احدث التقنيات موجوده، يتم تشغيلها بايدي بكوادر وطنيه. راح نوصل إن شاء الله إلى 13,000 قدم عمق الإنتاج، وهذا المطلوب، إن احنا نوصل للهدف هذا بدون إن شاء الله إصابات. ساكن ساكن هو شباب، هول كفر قط المصول. أنا جيت هنا أترزق الله، السيفتي رقم واحد، والشركة ما تتنازل، إذا تخالف نظام الشركة تروح بيتكم أحسن لك. هذا الكيماوي اللي بنخلطه كل ساعة، طبعا المرين جنير بيجيب لنا الورقة وكل شيء مكتوب فيها. الساعة بتخلط مثلا كوستك سودا، مربل فاين، مربل ميديم، اسامي الكيميكال. لا والله هو شوية تعب بس اللي بيتألم على الشغل،
يمارس الشغله يصير عنده كل شيء سهل. شغله حلوه وفيها رواتب وايجاد اسبوعين باسبوعين، بس كل واحد اهم شيء يشتغل سيف، اهم شيء الصحه والسلامه. بس اعقل واتكل تشتغل كل شيء، مو بسيفتي مو بصالحك. انا عبد الله. طبيعه العمل عندنا، عندنا رسبوت بيجهزون المعدات، عندنا الفلورمان ومعهم الحفار، معهم مسار حفار، هذا اللي كلهم يشتغلون على المنصه. عندنا الدرجمان شغله اللي هو مونيترنج ملاحظه التوانك، طبعا هو اعلى واحد يشتغل في الرق، مش على واحد على رتبه، اعلى واحد في الرق على البرج، بنا هو اللي يسحب البيبات لما تطلع من البير. عندنا مساعد حفار هو اللي يجهز المعدات للحفار، ابغى كروسوفرات، ابغى تحويلات، ابغى دريل بايب او دريل كولر او كيسي. الحفار نعتبره في الرق الراس الكبير عندنا، اي غلطه من الحفار راح يودينا في داهيه، فلازم الحفار يكون عنده خبره كافيه ويكون مفتح حوالينه. ان شاء الله تلبشر هو اللي مسؤول عن الرق كامل، تريتي انا المسؤول عن الرق كامل، من سيفتي، من عمال، من اوبريشن، مسار العمل، ومن معدات وطلبيات انا مسؤول عنها. عالم الحفر عالم يعني ممتع، فيه مجال للتفكير، فيه مجال للابداع، فيها لذه، فيها متعه، فيها احساس بالانجاز وانك تحقق شيء مو اي واحد يقدر يحققه. الحياة على المنصة جدا جميلة، تعود بس في البداية بس تطفش، بعد كذا خلاص تخش في المود حق المنصات كذا، ومع الناس، مع اخواني هنا، خلاص تخش معهم، تندمج معهم، يعني ما راح تحس بملل ولا شيء. والله انا افضل منصة البحر، نحب الحياة البحرية يعني. صحيح اني من سكان الرياض، ما عندنا بحر، بس معروف احنا كسكان الرياض يعني اكثر شيء نسويه لو صار عندنا الواحد اجازه ولا شيء نروح يا الغربيه ولا الشرقيه، فلذلك انا اختصرتها وقلنا نشتغل في البحر ونستمتع اكثر شوي، والحمد لله. كل مره وثانيه نسمع عاطل عن العمل، ليش؟ قال لك انا ما اشتغل في الحراره، انا ما اشتغل في الشمس. طيب وش تمنع حبيبي؟ المثل يقول اللي ما يغبر شاربه ما يدسمه. انا صحيح بشتغل في الشمس هنا وبتحرقني الشمس، لكن لو طلعت اجازه ايش بيصير؟ برفع عن نفسي، بروح الحلاق بقول له اوكي اعمل لي صنفرة، اعمل لي ترتيب، رجع اللون طبيعي، رحت الحلاق رتب وضعي وصرت انا ما شاء الله انتكيت اوكي. فالحمد لله رب العالمين، انا خلال الفتره ذي ال 20 سنه اشتغلت في الشركه كونت نفسي، تزوجت، بنيت لي بيت الحمد لله، وعندي ان شاء الله حلال، والله يرزقنا ان شاء الله ويرزق جميع المسلمين. عملك النكشن والأمور طيبة، ننتظرك النكشن الثاني، باقي 1400 قدم ان شاء الله نخلص الحفر، بعد كذا ننزل كاسي، بعد كذا نضخ اسمنت، بعد كذا نبتدي حفر حق كاسي ثاني. والله كله من مجال الحفر، من ممارسة العمل، اي شيء ما نعرفه بنسأل السوبرفايزر بيعلمني اياه، وكل واحد يشتغل سيفتي مثل ما جاء 10 اصابيع بيرجع بيتهم ب 10 اصابيع، اهم شيء الفنجان. خدت دوري خيانه والله. اي هذا عرب لونج ابد، مجلس الشباب، مجلس الشعبي مثل ما الحق، ابد اكثر شباب بعد الدوام اللي يجي مجلس هنا، زي ما انت شايف في شباب يلعبون ورقه، في ناس تتابع التلفزيون، في بعضهم مع نفسه، وكلنا نموت. ها يلا يا شباب تشوفون على خير. والله من نوم والله يا شباب. يلا فمالا سلام سعيده دوري سعيده. ان شاء الله ماشيين خلاص خلاص بنروح نرتاح ان شاء الله 12 ساعه وانت بكره على الدوام. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. باي باي.
اهلا وسهلا بك حياك الله. شوف ابغى صنف وتغيير تطبيق ما صارت. انا ابغى تطبيق 100% حبيبي. زي كل مره. ان شاء الله. السلام عليكم. اهلا اهلا ويشوك حبيبي. اخبارك بابا زين؟ احساس لا يوصف. يعني كنت غايب عن اهلي 35 يوم، عن اولادي وحبايبي، اكلمهم بالجوال ولا اسمع صوتهم، فسعاده لا توصف. بين انا قابل اولادي وقابل عيالي ووالدتي، الحمد لله وانا بصحه وسلامه. مجهودنا كل اللي سويناه ذا ما راح سدى، كلها لخدمه الوطن. فالحمد لله رب العالمين، هذا ثروه لا تغدر بثمن لي ولاولادي والاجيال الجايه كلها. مسيرة عطاء مشرفة وبوابة نجاح مشرقة وفرص عمل فتحت الآفاق وأهلت الشاب السعودي للعمل في مختلف مجالات الحفر وصيانة الآبار، حيث وصلت نسبة السعودة 72%، كما حفزت أرامكو السعودية المنشآت الرئيسية الداعمة لإدارة الحفر وصيانة الآبار إلى سعودة 54%، وتم وضع معايير جديدة لتوطين الوظائف الحساسة كأخصائي حفر اليابسة والمناطق المغمورة، بلغت نسبة سعودتها إلى 35%، والتي ستصل بإذن الله في 2018 إلى 70%. ولما للحوافز المادية دوراً في جذب وتشجيع الشباب، تم توفير البدلات المختلفة، منها بدل الخطر وبدل المناوبة وبدل ساعات العمل الإضافية وبدلات أخرى يعتمد فيها على طبيعة العمل، والتي تصل نسبتها إلى 80% من الراتب الأساسي. ولتطبيق أعلى معايير السلامة، تمنينا برنامج تخريج مستشاري السلامة، والذي بلغ عددهم أكثر من 200 استشاري سعودي، حققنا من خلالهم أعلى نسبة سلامة في مجال الحفر عالمياً. كل ذلك تجسد على أرضنا لدعم الشباب وتوفير الفرص المناسبة لهم، لأن الاستثمار الحقيقي هو استثمارنا في شباب المستقبل.